السلام عليكم، أنا اسمي معزي حسين، مواليد 1961، خدام في لا روشيرش اغرونوميك، ندير بحث زراعي. خدمت معاهم تما 20 سنة. كان عندنا واحد الاقتطاع في الأول، كان يقطعولنا تمايا 3 شهور 6 شهور، من بعد ردونا البريفي. بريفي كنا جمعنا واحد 2000 نقطة و150، مشيت دفعت الحساب ديالها. خدمت معاهم سيدي 20 سنة، المهم مريت في 2017. هذوك النقاط مشيت دفعت الحساب ديالهم في الضمان الاجتماعي، عطوني فيها 1,024,000. من بعد جا التضامن، مشيت سجلت هاد السكن ديال التضامن، ومشيت ندير بينه وداك الصاد ديال الدم. قال لك انت متقاعد. فعلا عندي واحد التقاعد فيه المجموع 12,541 فرنك. نعم سيدي، عندي 12,000 فرنك درهم، 120 درهم، 120 1200 درهم، 120 درهم، 12,000 فرنك. كتصيفط لي انا 5555 درهم، فاصله 41 هي اللي كتصيفط. ني دفعت لامو، بقيت ندفع، عطاوني النقطة عالية، وليت دير شكاية، وعاودت لهم شكاية أخرى، حتى اللي رفضوا لي الشكاية، قال لك أنت مرفوض، عندك متقاعد. عندي تقاعد، أنا بغيت نشوف التقاعد ديالي، واش عندي شي فيه حق، ولا ما عنديش. هاد 55 درهم، واش تقد الإنسان اللي عنده 3 لبس، وما خدام ما والو، هذا هو اللي بغيت نعرف. سني كاع الجامعة توصل بها هاد الشيء هذا باش يشوفوا الانسان التقاعد ديال المغرب كي داير. بالنسبه للامامين تاع القياده، تبع القياده ديال القدس ال 11 واه 11، انا كنسكن سيدي معافها تما دفعت. بالنسبه لك الصالير اللي كان عندك في الشهر من نهار القدام شحال كتوصل؟ كان في الاول نهار اللي بدينا معاه ب 96 كان يعطيونا 157,000، ومن بعد في 96 من بعد ولاو نقصونا، ردونا 111,000 فرنك، يعني 1,110 دراهم. من بعد عاود تاني دخلت شركة، كانوا يعطيونا 1,200 درهم، مشاو بها 3 سنين. بعد جات شركة أخرى زادونا 1,400 درهم، بقات غادية 3 سنين. عاوتاني جات شركة أخرى موراها بلا ما نذكر السماوات ديالهم، جات شركة هي اللي طلعتنا ل 2,000 نقطة، كان ديكلارينا 26 يوم. شركة الأولى كانوا يديكلارونا 10 أيام 12 يوم 11 يوم، ما يفوتوهاش. يمكن هذا هو السبب لأن لاونتريت ما كملش. لا هذاك لاونتريت ديال الدولة، اقتطاع كانوا يقطعوه لنا ديال الدولة ديال لاروشير غرونوميك، البحث الزراعي. هذوك كانوا يديرونا واحد القطيطة فيها 3 سنين ديال الخدمة، كانوا يوليني، كانوا يقطعولنا مثلا، كنا نخدمو 3 شهور ونريدو، عاود تاني نوليو نخدمو 6 شهور، فهمت؟ من بعد منين جات هاد الشركة بريفي وداكشي، قالك أودي نتوما غتبقاو معانا تترسمو إن شاء الله، ولا ديرو التقاعد ديالكم، بقينا خدامين معاهم حنا على نيتنا هداك الشي. من بعد 2017 قالك أودي الميزانية راه مبقاتش كدا، وهادي غادي تريدو واحد الشهر نوليو نلغاو لكم. صافي ريدونا، منين جينا باش نوليو نخدمو قال لك اودي لا الشركه راه ما بغاتش، خلاونا. قعدت هكاك، منين جا خرج لي هاد الوراق ديال التقاعد صيفطوا لي، سرحت الاخر عطيتهم شهاده الحياه وفوتوكوبي ديال لاكارت لاسونال وحليت الكونت في لابوست. قال لك واه، منين خرج لي التقاعد جبرت عندي تقاعد 55 درهم. قاعد صونيت واتصلت بهم والاخر وصونيت عليهم وصيفط لهم بريه وداك الشيء، قال لك اخويا الشيء اللي جاب حقك، الحق ديالك فيه 55 درهم. انا غلبني الضحك، انا قلت لهم قلعوه كاع، هذيك 55 درهم علاش نتوصل بها؟ دابا
من الامو، هذاك الشيء اللي حرفتني من الامو. دروك منين دخلوا السيستم وداك الشيء لقاو بانه السيد ميزي حسين راه متقاعد، فهمت، ما بغاش يعطيو هذاك الدعم وداك الشيء. هذا هو اللي بغينا. احنا كنطالبوا من صاحب الجلاله يدخلوا يشوف لنا هذا التقاعد ديالي واش شافيه. هذا الشيء اللي كنقولوا. عندي الولاد دار شاريها الولد ديالي، انا ما عندي لا دار لا والو، ما عندي لا لوطو لا موطو لا حتى شي حاجه، وكنعيش غير هنا في الجوطيه في وجده. دروك راني في الجوطيه هنايا كنضل ندور كنصور داك 2000 فرنك 3000 فرنك ونطلع بحالي للدار. ما كاينش، ما عطاونيش، وهذا هو المشكل. مشيت وصلت القياده ودخلت عندهم، قال لك اودي هذا السيستم ماشي عندنا حنايا، السيستم راه جاي من الرباط، ومشي يدفع شكايه للولايه، ولايه وجده، وصيفطوها للملحقه ديال الشارع، ومشيت عندهم تما قال لك اودي هذا ما عندناش، هذا الشيء اللي عندك هو اللي كاين، صافي من تما رفضوا لي المسائل، فوالا. ان شاء الله ان شاء الله بحول الله، السلام عليكم.